نفضي وهذا البرنامج تاع انا وراجلي اللي كنت فيه انا برك ممثله، ماهوش اعدادي ماهوش تقديمي ماهوش الاخراج تاعي، انا برك ممثله، انه استدعاني المخرج محمد بن يحيى واعطاني فرصه في التمثيل، هذا مكان. وهذه الحمله اللي راهي اساءت للشخص تاعي واساءت لافراد العائله تاعي، انا ما عليا غير نقول حسبي الله ونعم الوكيل في كامل الناس اللي راهي تقذف فيا، وانا ما درت والو، ما سبيت واحد، ما عيرت واحد، ما قللت من قيمه ولا من شخص كاش واحد، جوست هذه تجربه باش يشوفوا عقليه الناس، اسكو الراجل يقبل يتزوج بلا والديه، اسكو الراجل يقبل يتزوج تعدد الزوجات، هذه هي، ما قللنا من قيمه حتى واحد. نتاسف انه الناس راهي تقذف فيا وتسب فيا، وحنا رانا بعائلتنا ورانا بدارنا، ما جيناش اصلا، ما مثلت دور مخل للحياء ولا دور سبيت ولا عايرت ولا كاش ما درت للناس. هذا هو الذنب اللي درته، اني مثلت فقط، هذا هو الذنب اني مثلت فقط. الصحافه ماهيش عيب والتمثيل ماهوش عيب، انا نتشرف اني نكون صحفيه ونكون ممثله، لما لا، ولكن تغيظك كي تشوفي وتسمعي التعليقات اللي راهي ضدي. ومام الفيسبوك تاعي بيراطا وهداوه، ورام يحطوا في منشورات انا ما عنديش كاع علاقه بهذيك المنشورات، صفحتي تاع رانيا عميري ولاباج تاعي تاع الفيسبوك الاخرى ثاني كداوهم، وما على باليش رام يحطوا، رام يقولوا بلي رانيا قالت القافله تسير والكلاب تنبح، وانا ما عندي حتى علاقه بها، ودخلوا وشوفوا الدليل بلي لاباج ماهيش تاعي، ومشي انا وحسبي الله ونعم الوكيل في الناس هذه اللي راهي تقذف فيا، وانا في المنزل تاعي نشوف مع العائله، وندخل لاباج تاع الفيسبوك ونشوف الناس فيا وتعاير فيا، وانا ما عندي حتى ذنب، انا مجرد تمثيل. اتقوا الله، رانا في رمضان ورانا في شهر رمضان، ما سبينا ما عايرنا ما قللنا من قيمه حتى واحد. يعطيكم الصحه، ونشكر الناس اللي راهي تبعث لي وراهي تدعم فيا، والناس اللي راهي تسيء، الناس اللي راهي تسيء اللي جا نقولها حسبي الله ونعم الوكيل. والانسان هذاك اللي جاز معنا انسان مليح ومتواضع، والحمد لله يا ربي، لو كان ما كانش راضي بالشيء اللي قدمه وباللي قلنا له كاميرا كاشي وضحك وفرح ومع التالي قال درتوا لي كاميرا كاشي مليحه، لو كان ما جوزناش، ما نقبلوش نجوزوا ناس ماشي قابله باش تجوز. والايام القادمه تثبت الهضره اللي رانا نهضروا فيها، والناس جازوا ما شاء الله، الحلقه تاع اليوم جازت ما شاء الله. ويعطيكم الصحه، وسمحوا لنا كاش واحد شرحناه ولا قصناه، وتبقاو على خير.